أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أهمية الاستثمار في صناعة المحتوى الإلكتروني، لافتا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ما جعلها تتبوأ مركزا رياديا في المنطقة العربية. وقال في تصريح على هامش رعايته لمؤتمر المحتوى الرقمي الذي أقيم بالتعاون مع وزارة العلم وتقنية المعلومات بجمهورية كوريا الجنوبية، إن جمهورية كوريا تعد من أكبر الدول في مجال صناعة المحتوى الإلكتروني، وتعد من الدول الأولى الثلاث في المجال التكنولوجي على جميع المؤشرات الدولية. لذلك فإن العمل مع هذه الجمهورية في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة الأمور المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني، سينعكس إيجابا على المملكة. وأوضح بأن الهدف من هذه الفعالية هو الترويج لصناعة المحتوى الإلكتروني والعمل مع الجهات الحكومية المعنية في المملكة كمجلس التنمية الاقتصادي على سبيل المثال، وجهات أخرى في القطاع الخاص، الذي سيخلق من خلال الترويج لهذه الصناعة فرص عمل عديدة سيكون لها تأثير اقتصادي كبير، مشيرا بأن البحرين بذلت جهودا كبيرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مما جعلها تتبوأ القمة في المنطقة العربية، لافتا إلى أن هذه الفعالية ستشجع القطاع التجاري والشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات بأن تجتمع الشركات البحرينية مع كبرى الشركات الكورية في مجال المحتوى الإلكتروني لخلق شراكة بحرينية كورية لا تخدم السوق البحرينية فقط بل منطقة الخليج العربي. كما تم التوقيع على اتفاقية تفاهم حول المحتوى الرقمي بين البلدين، وضعت إطارا للتعاون في مجالات عدة، منها الاستثمار في المحتوى الرقمي والتعاون في مجال البحث والتطوير. البحرين مثل ما تعرفون بذلت جهود كبيرة في السابق لجعل البحرين رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اليوم نعتبرها الدولة الأولى في المنطقة العربية، ولذلك العمل مع دولة مثل كوريا الجنوبية اللي هي تعتبر دولة رائدة أيضا بفيدنا وبيطور من مستوانا. طبعا احنا شجعنا القطاع التجاري اليوم والشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أنها تجتمع وتناقش مع الشركات الكورية اللي جات اليوم. العديد من الشركات الكورية تعتبر أكبر الشركات العالمية في مجال الجيمينج والمحتوى الإلكتروني، أنها تستفيد منها، ممكن يكون في شراكة بينها وبين الشركات البحرينية بحيث أنهم يعني يخلقون شركات جديدة في البحرين تخدم مو بس السوق البحرين وإنما تخدم السوق الخليجي بشكل كامل. نتمنى أن هذه المبادرات اللي احنا نقوم فيها بالتنسيق مع الجهات الأخرى أنها تطلع بنتائج جيدة تساعد القطاع التجاري أنه ينمي عمله، أنه expand البزنس ماله، في الأخير طبعا كله بيعود على الاقتصاد البحريني. هذا اللقاء هو لقاء كوري جنوبي، جنوب كوري مع البحرين، الحقيقة يركز على قطاع معين في تقنية المعلومات اللي هو الجيمينج او يعني اللعب. والجيمينج هو الان يعني له سوق كبير تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وهذا يعني ان البحرين اختارت شريك صح ولقطاع محدد في تقنيه المعلومات صح. بمعنى اخر البحرين عنده نظره مستقبليه نحو افاق جدا واسعه.